موجود المقطع؟ مقطع موجود عندكم؟ عطني المقطع. انا رجال ما اعرف. ابد ابد. خش خش. يجي احد يبي ما في. علم القيس اخو العيون. والله اللعب في اللعب. اوه لا 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 لا. عيب عيب عيب. كم عمرك انت؟ كم عمرك؟ كم عمرك؟ نمزح معك نلعب معك خلاص. اكبر يا اخي. عمر الله يهديك. طبعا قبل كل شيء بس اباظه علشان قبل شوي اقول لك شيل الكاميرا عن علي ما شلتها. هذا رد ان شاء الله جميل جدا. اذا بغيت شيء ارسل لي على الواتساب. عزيز ما راح رايك في المقطع اللي جت؟ هذا اثبت الكلام. لا 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 شل الكاميرا يا بابا. ايوه تكلم جد. سلطان اسحب علي. شل الكاميرا. لا ايش بابا بابا. لا 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 تكلم عزيز. احنا بابا احنا ما نكون ضحيه شخصنا. لا 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 الكاميرا علينا وعلى علي. سلطان انسى من من اذا ما جت الكاميرا علي والله ما عاد ادخل الفقره ذي ولا تدخلونها انت. والله تزيد اصواتكم الحين ولا اطلعكم من الفقره ولا اطلع المتسابقين. المقاطع هذه اثبتت كلامنا اللي كنا نقوله ان التحزبات. تخيل مشعل يمزح معك في حاجه ابن امه ما يقبل المزح فيها. حلو. تخيل امزح معك في الحاجه اللي احنا شفناها اللي ما ادري يعني مستحيل اسميها. بدون اي بدون المزحين اقوى؟ مزح سعود مع احمد ولا مزح مشعل؟ مشعل واحمد. المزح اقوى وسعود رش عليك ما يمزح معك يا ابن الحلال. يرش عليك ما يمزح. اكبر اكبر كم عمرك؟ عيب. انت اللي اكبر. انت اللي حشم عمرك من المزحه الاولى. تخبر سالفه سلمان وش اللي يزعله؟ زعل لانه رجال. انت ورا ما زعلت. الحاجه اللي مزح عليك في اللي مزح مشعل حاجه ما اقدر اقول اسمها. لا لا بدون وهذا مزح معك ما اكبر ورا ما قلت اكبر للثاني. اذا كان في مزح متفاهم عليه بين الشخصين هذا اثبت التحزبات اللي كنا نقول. بس ليه زعل مثلا من حاجه خفيفه؟ هذا قصدك سؤال. اي تحزبات يا اخي. امزح اتقبل المزح من علي ما اتقبل من فهد. حلو. ليه؟ لان علي انا وياه جميع وفهد ما بيه ولا ما يفيدني فهد. طيب. فهمت؟ جماهيريه ما يفيدني فما بيه. ايوه انت جيت على كلمه حلوه. أيوة. طيب لان سعود الحوشان ما عنده جمهور. ولو عنده جمهور لو هد عليه جدار طلع اسمه اشهد ان لا اله الا الله. افداعك اليمين. افداعك اليمين الذيبان مات. هو لو عنده جمهور تمام لو شخص جماهيري ما عنده مشكله. وهد جدار لو هد الباب حق الهنقر على ظهره ما قال شيء. ما في مشكله. طيب لكن تترامون بشيء ما يتسمى. الله يجزاكم خير الله يكرمكم. عادي انا ما احب المزح. انا ما ابغاك تمزح معي. حقي ابسط حق من حقوق. انا مع احمد حنيف. حقك ما عندي مشكله. ما ابغاك تمزح معي. انا عندي مشكله في حاجه واحده. تفضل. انه في الاوله عادي يوم مزح معي بالمويه يقول غلط عيب اكبر ويقول عيب استح. عادي جدا انك تمزح معي وامزح معك. وهذيك معي ما اتقبل عيب. انا معي عيب. كيف تقول له عيب على رشه مويه ومو عيب اللي جلست تسويه انت ومشعل اللي جلدك فيه؟ يعني شوف تقبل انا ايش العيب؟ تقبل المزح الاول مش عيب والثاني عيب ولا كلها عيب؟ مشكله الثنائيه المفضوحه من بدايه البرنامج يعني من قبل اجي انا داري انه ثنائيه فهمت؟ فهذه الاشكاليه انه خلاص يعني الله ابعدوا شوي عن بعض. سووا اي مشكله ثانيه تحزبات ثانيه مع شباب ثانيين. ايش تسميها ثنائيه الطوط ولا ايش؟ لا بس انه يعني خلاص يعني لا تحاولوا تتقبلون مره تمون على بعض على الشاشه لدرجه انه خلاص التساؤل مرة التساؤل مع الجمهور يصير مع بعض. لا لا احنا دارين انك انت تمزح مع مش عارف. تساؤل هل تزعل لو واحده في راسك بعلبه فهد تزعل؟ اي فهد ما بالك لو واحده فيك بداك فهد معيان. هل الاهون وفي راسك بعد ما بقول في ظهرك في ايدك في جنبك في رجلك الاهون المزحه الاولى ولا الثانيه؟ يعني اذا قبل الاولى لازم قبل الثانيه. ضربه في الراس ولا بدون راس؟ لا ما جيت ضربه تمام من عليها كل يوم زعلت عادي. لا اذا قبل الاولى عادي يقبل الثانيه. راس ولا بدون راس؟ ما ادري. المزح الاولى تفرق في الراس ولا تفرق؟ والله تفرق. والله تفرق. راس يفرق. بعيدا عن انت وين يعني شوف يا اخي اذا هو قبل واحده سؤال يقبل الثانيه. هات ايدك. لو كانت الضربه هذه هنا. لو كانت في وجهك في صفحك هنا بردها. ليش بعيده عن المكان؟ يفرق. لا بس انا اشوف انه دام قبل الاولى بدون راس عيب. احيانا ميانه بدون راس عيب. براس عيب والمفروض يعني يقتضي او يشتكي صح. طيب صح. انا بس يعني الاشكاليه كانت بعدين ماخذ اذا قبلت الاولى لازم تقبل الثانيه لانه مزح. نقزة. انا مو العب كره يد وصرت امزح معه مثلا في حاجه
ومزح معي علي بنفس المزحة أو أقل من هذا درجة بقبلها، أما إني أزعل على سعود على مويه وقبلها مش أنا ما اختلفت، لا أنا خالف وجهة النظر، أقول من حقه يمزح مع الليبي وما يمزح مع الليبي، أنا عندي مشكلة في طريقة المزح في الرأس، في الرأس هي طريقة المزح تؤدي ليش الجمهور عندك جمهور حتقبلك والله العظيم لو تضربني على ما أبغى الجمهور، خلي الجمهور يولي في الرأس، هذا رأس هم يرمون للجمهور ما همهم شيء، أعطيك راسي تطبقني ها هذا هو طيب طبق على راسي عشان عنده جمهور. طيب في شيء ثاني على مستوى على موضوع أحمد حنيف، أحمد حنيف طلع في الهواء تكلم عن ضياع ساعته، الشباب صاروا يجي على الهواء يقول والله يا أخي أنا ضيعت وصار، خلونا نشوف المقطع بنعلق عليه تعليق هنا فيما يخص هذا الموضوع اللي صار يتكرر عند المتسابقين، أعطوني المقطع. ما أدري من بس فقدت ساعتي من ساعة من دولابي روب حق صدق ذي؟ اي والله تعرف ساعة السوداء اللي تلمع 19 في يد اللي زي ذي تلمع ايوه حديد السعر ايوه اشهد الله ايوه معك ساعة خلنا بحفظها ايوه بلقب عرفتها ايوه وخرب ذا اللي حقها اللي يتسكر ايه هذا يا عيت ما تسكر فاحرح احطها في دولابي تحت الملابس والله انا هدية من شخص غالي جدا وانها غالية هي اصلا الله يسلمك. واجي أمس مدري قبل أمس ما عاد لقيتها. أدور أدور راس كل يوم ما عاد لقيتها. شنو على صدق؟ أنا بعلمك. ما أنا أتكلم إذا ما أنا أتكلم. طيب بالنسبة لأحمد حنيف الموضوع هذا كان اللي موضوع بعد جميل وتكلم عنه هي أحد أمرين. انت سالتني عن وش؟ سالك عن المشكله اللي جالسه تصير الحين ليش ما تقولها؟ خل المشكله خلاص الهوشات والله اقولها ولا تقولها لا لا تكون في هوشات انا طالب لا اقولها طالب خلاص كفايه كفايه ندري ان في مشاكل يا جماعه الخير الاله الاله بكره تحروا تحروا دلقي يجي المشكله لا مو جديد متسابقين عطني كاميرا في الهاوس في كاميرا على الهاوس انا اقول موجودين عطني كاميرا على الهاوس اعطونا كاميرا اعطوني الكاميرا انا احاول البحث عن بعض الاشكال عشان نشوف يعني وين يتهاوشون بالهاوس ولا بالغرفه طيب عطني لقطه على الهاوس إن شاء الله المتسابقين متواجدين يا رب يا رب هلا على بكرة بكرة تحروا يا أخي ما بلازم تقول مشكلة هذا سعود هذا العيال موجودين وراسلنا من الغرف الأستاذ عون مطلق الرويبي السبيعي يقول أن هناك مشكلة حامية الوطيش ومعركة ذات الأسرة أقسم ذات الأسرة والله أقسم بمن والله ثم والله ثم والله دعون عن سلمان الملهي والله العظيم اني متضايق جدا وان خاطري جاء فيه تكذب انا ما اتفرق معي والله بكيف ان شاء الله حل هيمين ان الموضوع مزعج والله بالنسبه لي والله ما اتفرق زعلك ليش زعلك ليش ايه يا عيال المشاكل ذي اصدقائك ذولا يا اخي نسختنا مثل ما هي نسختهم نسختنا لا لا ما هي والله لا ما هي الا والله دقيقه هذا نسخه تزيد رصيدك ثلاثه انت سكريبت انا مبتور هو ما بحث عن نفسه في ايجاد حلول مع زملائه الا بالهوشات هذه مشكله يعني ما عندهم اسلوب حوار ما عندهم لغه حوار ما عندهم اي اسلوب تفاهم كل شيء محاوله تصعيد الموضوع الى شد يادي ولا بالزعاق صح انك انت صاحب تفاصيل التفاصيل لكنك تبقى افضل ناقد مر على تاريخ برامج الواقع بلا منازم لان المثل الشعبي يقول من داهم نيده لا يبكى عليه صح ولا لا سب وش يقول امدحك ودقك بكلام بنفس نفس حركه لا لا عشان ما تفضل لك نتكلم عن الموضوع اللي هو ضياع ساعه احمد موضوع ان المتسابق يجي كل يوم على الهواء عرفت المشكله والحين يدورون سياره ساعه احمد ايوه ساعه جميل راح يدورون ساعه احمد وساعه جميل لا تظلمه اي صح الحين يدورون ساعه احمد بس انا عندي اشكاليه انه يجي كذا ويقول على البث يا شباب والله ساعتي راحت احد امري أنت يا أما تتهم أحد بالسرقة ولا أنك جيت بتسويها حدث أو مشكلة ليه؟ أنا بجي عند أخوياي في الغرف بقول يا عيال من شاف ساعتي ما من أخوياي بروح للإعداد بقول ساعتي فقدت شوفوا إذا مثلا أنا شاك في الإنتاج أو موضوع طويل وقد تكلموا فيه أما أني أجي على الهواء أطلع في البث أحمد حلف ما والله خات من سرق ألا على